مدرسة طب الإسكندرية، الماضي، الحاضر والمستقبل. يذكر التاريخ على مر الزمان أنه لم يكن هناك في أي مكان في العالم مدرسة للطب، حتى جاء بطليموس الأول من 300 سنة قبل الميلاد واختار الإسكندرية، منارة العلم والمعرفة، بلد أقدم مكتبة عرفها التاريخ، لينشئ بها مدرسة للطب، تكون أول مدرسة للطب عرفها العالم ويدرس بها الطب كمادة علمية متخصصة. وأحضر إليها العلماء من معبد ومدرسة هليوبوليس الطبية ومن مكتبة مانف. وكعادة الإسكندرية من قديم الزمان، تفوقت مدرسة طب الإسكندرية في كل أفرع الطب، ورفعت من قدر المنتسبين إليها، حتى أنه كان فخراً شديداً ووساماً على صدر أي خريج أن يضاف إلى اسمه خريج مدرسة طب الإسكندرية. وأيضاً يكفي فخراً أن يذكر التاريخ أن ممارسة التشريح الآدمي لأول مرة في تاريخ الطب القديم كان على يد طبيب سكندري وهو هيروفيلوس، ووصل الطب السكندري إلى مستوى لم يبلغه مركز طبي عالمي آخر. وخير شاهداً على ذلك ما ذكره جالينيوس عندما قال أن الإسكندرية هي المكان الوحيد بين المراكز الطبية في العالم اليوناني والروماني التي يعلم فيها أسس التشريح الآدمي، حتى أنه هو نفسه قال: لم أرقى أبداً أكثر من تشريح القردة والخنازير. وشهد على ذلك أيضاً قول الطبيب الروماني سيليوس حينما قال أن هيروفيلوس وأرستراتوس لم يتفوقوا في التشريح الآدمي ولم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من نجاحات لولا الإنجاز السكندري وما وصلت إليه مدرسة طب الإسكندرية من تفوق وتقدم في العلوم الجراحية، ونقل كل ذلك إلى رومانيا. ومما يذكره التاريخ أيضاً أن علم التشريح الآدمي في الإسكندرية أدى إلى إنجاز آخر رائع، وهو التقدم والتطور في مجال العلوم الجراحية والعمليات الدقيقة التي ازدهرت في الإسكندرية وذاع صيتها في العالم أجمع. كما يشهد لمدرسة طب الإسكندرية القديمة أنها أول من مارست التخصص في الطب، حتى أن المؤرخون القدامى تحاكوا بنظام الطب السكندري، ومنهم هيرودوت عندما ذكر أن علم الطب في الإسكندرية مقسم بينهم، فكل طبيب يتعامل مع مرض واحد فقط، بعض الأطباء مخصصون للعيون، والبعض لجراحات الرأس والرقبة، والبعض للأسنان، وآخرون للإضطرابات الداخلية. وهذا النظام في التخصص يدين به العالم أجمع لأطباء مصر القديمة، لأنه النظام الذي اتبعته مدرسة طب الإسكندرية. فقد كانت الإسكندرية بلا شك الرائدة في مجال الطب، سواء في تشخيص الأمراض أو علاجها والوقوف على أسبابها وأعراضها وكيفية علاجها. وهذه المكانة الرفيعة للطب المصري القديم ممثلة في مدرسة طب الإسكندرية التي تغنى بها الشعراء القدامى وسجلها المؤرخون، فقد ذكرها هيميروس في الأوديسة بالكلمات الآتية: الرجال في مصر أكثر كفاءة في الطب عن أي جنس بشري آخر. وقال أيضا: بها أطباء يمتازون عن غيرهم بمعارفهم الواسعة. وذكر مؤرخ آخر وهو بليني أن المصريين كانوا يفتخرون
بأنهم أول من أوجد علم الطب في التاريخ. وتحدث هيميروس عن المكانة الطبية لمصر القديمة بقوله: كان تلقي أي طبيب أجنبي تعليماً في مصر بمثابة جواز للنجاح له. وخطت مدرسة طب الإسكندرية القديمة خطوات وقفزات واسعة في مجال الطب والجراحة، وحققت تقدماً واسعاً وكبيراً على مدار الزمان. وكعادة المصري القديم، كان يصبو دائماً إلى التطور والتقدم في كل مجال. وتحولت مدرسة طب الإسكندرية إلى كلية رفيعة المستوى، وأنشئت كلية طب الإسكندرية في العصر الحديث بقرار من الملك فاروق الأول عام 1942. وكانت هذه الكلية ثمرة جهود جبارة بذلت من قبل أحد علماء مصر الأفاضل الموهوبين دكتور علي باشا إبراهيم. وبدأ التدريس الفعلي لكلية طب الإسكندرية الجديدة في العام الأكاديمي 42-43. وفي البداية استخدمت مدرسة العباسية الثانوية لتدريس المواد الأكاديمية، والمستشفى الأميري لتدريس المواد الإكلينيكية. وكان عدد خريجي أول دفعة في مدرسة طب الإسكندرية الحديثة 4 أطباء فقط، حتى وصلوا إلى 871 خريج عام 2003، وأصبحت هي الأقدم والأقوى على مستوى المنطقة كلها. وتفرع منها العديد من كليات الطب، فكانت كلية طب طنطا فرعا لها واستقلت عام 1980، وكلية طب بيروت وما زالت إلى الآن تنتمي إليها، أيضا كلية طب دمنهور. وأصبح لكلية طب الإسكندرية العديد من المستشفيات، وهي المستشفى الرئيسي الجامعي، مستشفى الحضرة، الشطبي، الأطفال، هذا بالإضافة إلى مستشفيات أخرى تحت الإنشاء، وهي مستشفى الأطفال والطوارئ بسموحة، مستشفى برج العرب والعيادات الخارجية ببرج العرب. هذا وتضم المستشفى الرئيسي الجامعي ما يقرب من 3500 سرير، ويتردد عليها سنوياً ما يقرب من 1,000,000 مريض يأتون من محافظات الإسكندرية، البحيرة ومطروح، ويتم فيها أيضاً ما يقرب من 500,000 عملية جراحية في جميع التخصصات. وعلى قدر هذا المستوى الرفيع من الأداء الطبي المتميز على مدار التاريخ والعصور، تخطو كلية طب الإسكندرية إلى المستقبل بإنشاء فرعها الجديد الممثل في أكبر صرح مدينة طبية ببرج العرب، على أعلى مستوى من التقنيات الطبية الحديثة والأجهزة المتطورة والخدمة الطبية عالية ورفيعة المستوى، وأيضاً تقدم الخدمة التعليمية والدراسية على أحدث مستوى علمي، حتى تواصل التقدم والتفوق والتميز في كل تخصص وكل مجال من 300 سنة قبل الميلاد وعلى مدار الزمان. فهنيئاً لمصر بعلمائها الأجلاء النابهين، وهنيئاً لشعب الإسكندرية بأطبائه، أطباء أقدم مدرسة طب عرفها التاريخ، وتحية إعزاز وتقدير لأساتذة وعلماء مدرسة طب الإسكندرية.